الاتحاد المختلط كان مسيطر على كل الاتحادات الرياضية في مصر، لكن تأسيس اتحاد مصري لكرة القدم وسيطرته على كل المسابقات كان الملهم لبداية ثورة لتمصير الرياضة المصرية بالكامل، وبدأت الجماعة الوطنية المصرية طريق التمصير بلا توقف. بدأت حركة كبرى لتحرير هذه الاتحادات، انطلقت من النادي الأهلي، وتحولت هذه الحركة إلى مشروع قومي مصري كبير جدا قاد النادي الأهلي، وهو مشروع تمصير الرياضة، وأسس اتحادات مصرية بديلة أو مصر أو أسقط هذه الاتحادات وتولى قيادة الاتحادات المصرية الجديدة. على سبيل المثال كان جعفر والي باشا رئيسا لاتحاد الملاكمة، وكان معاه رياض شوقي. رياض شوقي كان لاعب كرة القدم أو كان كابتن كرة القدم، وحنلاقي برضو فؤاد أنور، أحمد فؤاد أنور رفع الأثقال اللي هو كان كابتن أول فريق كرة القدم 1911. أيضا تم تبني إنشاء أول اتحاد تنس مصري من خلال جهود قيادات النادي الأهلي. من أكثر الاتحادات التي واجهت مقاومة شديدة جدا في التمصير كان اتحاد السباحة. ليه اتحاد السباحة؟ اتحاد السباحة ده نشاطه واسع جدا جدا، كان كل الجاليات الأجنبية بتمارس السباحة، لذلك واجه مقاومة شديدة جدا، خاصة إن الاتحاد الأجنبي ده كان رئيسه الفخري الملك فؤاد. في الحملة اللي قادها أحمد الدمرداش توني وهو المؤسس الثالث للرياضة المصرية، في خلال هذه المعركة قدم للمحاكمة بتهمة العيب في الذات الملكية. في ذلك الوقت كان الباكينج لي أو الظهير لي اللي كان بيساعده اللي واقف في ظهره كان واحد من كبار رموز الأهلوية، وهو محمد طاهر باشا، أول عضو مصري للجنة الأولمبية الدولية. الجهد الكبير اللي قام به أو النضال الكبير اللي قام به أحمد دمرداش توني مساعد محمد طاهر باشا أدى في نهاية المطاف لإسقاط الاتحاد الأجنبي أو اتحاد السباحة الذي سيطر عليه هيمن عليه الأجانب. الروح دي أدت لتحرير اتحادات أخرى في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. ننتقل إلى تأسيس الاتحاد المصري لكرة السلة وتمصير اللعبة وانتشارها والتداعيات اللي جت بعدها. الأهلي أدخل اللعبة سنة 30، الاتحاد المصري أنشئ سنة 34. اللي عملوا النادي الأهلي في كرة القدم عملوا في كرة السلة، مش هنشارك في مسابقات لا يديرها الاتحاد المصري، مما دفع الاتحاد المصري إلى النجاح واحتضان البطولات، وبعد كده اندفعت الأندية المصرية للمشاركة في هذه المسابقات. وبدأ العهد الجديد الاتحادات المصرية بتمصير اللوائح، تعريب اللوائح، ده اللي تداركه النادي الأهلي في بداية تأسيسه لما كانت محاضره باللغة العربية.